And distinguished members of the court. الأعضاء الكرام للمحكمة. هو شرف لي لأقف هنا اليوم أمام المحكمة ممثلا عن جنوب أفريقيا في هذه القضية غير المسبوقة. ونفكر في الشعب الفلسطيني. ونفعل هذا ونحن نعلم أننا جزء من الإنسانية. نيلسون مانديلا، هذه هي روح في جنوب أفريقيا التي قدمنا بها هذا الطلب لمنع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية. هذه هي الروح التي نسعى ونأتي بها إلى المحكمة. هذا التزام للشعب الفلسطيني. كما ذكرت مسبقا، العنف والتدمير في فلسطين وإسرائيل لم يبدأ عام 2023 7 من أكتوبر، هو استمر ل 76 عاما في 6 من أكتوبر، وكل يوم منذ 7 من أكتوبر في قطاع غزة. Israel continues to exercise في 2024 إسرائيل تسيطر على القطاع والمياه والكهرباء والبنية التحتية، بالإضافة إلى الخروج والدخول من قطاع غزة ممنوع.